أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من واشنطن. هذا لقاء جديد مع معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في زيارة خاصة لواشنطن، وهذه الزيارة تعتبر من أهم الزيارات لأنها سوف تركز على موضوعات مختلفة تتعلق بالشرق الأوسط، تتعلق بالأوضاع في العراق، وأيضا ببعض الموضوعات المتعلقة بالسلطنة. يسعدنا أن تكون معنا مع الوزير. أهلا وسهلا. مع الوزير اليوم وأثناء اللقاء الرسمي مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، تحدث عن نقاط محددة تتعلق بالشرق الأوسط، وأكد على متانة العلاقة الثنائية بين السلطنة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر تحديدا أن هذه العلاقات مبنية على ثقة تامة في السلطنة وفي كيفية تعامل السلطنة مع الأزمات في الشرق الأوسط. نود التركيز هنا على هذا الموضوع تحديدا. إذا كانت السلطنة كما تراها الولايات المتحدة هي شريك مثالي وشريك دبلوماسي لحل الأزمات في الشرق الأوسط، وأيضا في إيجاد أواصر للتقارب ما بين دول المنطقة، كيف تقيمون هذه المسألة وكيف تدعمونها أيضا من خلال مرئياتكم ومن خلال تواصلكم المستمر مع الدول العربية خاصة ومع الدول الخليجية أيضا؟ شكرا. صحيح ما قاله الوزير الأمريكي، علاقة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية علاقة، أولا علاقة تاريخية قديمة، وكما تعلمين أن الناس هنا في هذه أمريكا أيضا يدرسون الماضي، يعني لا يتوقف الأمر بس فقط على الوضع الحالي. فالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة إيجابية، وتطورت هذه العلاقات على أساس هذا المبدأ الإيجابي، وأصبحت ثقة قوية. والسلطنة باختيار هذا النهج وهو العلاقات الإيجابية كانت مبنية على مفهوم أن الصورة الإيجابية والعمل الإيجابي هو الكفيل الذي يمكن الدول والمجتمعات من التطور، ولذلك كان هذا الاختيار، والاختيار الذي حدده صاحب الجلالة في بالنسبة للدبلوماسيين العمانيين في 1902 كما أتذكر يعني في 72، وهو أن السلطنة تؤمن بالحوار، والحوار هو وسيلة إلى استكشاف الإيجابيات والسلبيات، فالإيجابيات تمسك فيها الإنسان والسلبيات يحولها إلى إيجابيات. ولذلك كان هذا على الدوام مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى الآن وفي الماضي يهمها استقرار مناطق العالم المختلفة. ولذلك علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت ذات منفعة مشتركة متبادلة. وفي قضايا الشرق الأوسط ما في شك أن السلطنة قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية في كل مراحل الأزمات التي عصبت بها المنطقة. نعم، يعني باعتبارا من أيام أزمة أفغانستان وحتى الآن، وما زلنا في العاصفة هذه القائمة، ولن تتغير هذه السياسة طالما هي مرتبطة بتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في هذه المنطقة وغيرها من المناطق. هو السؤال الذي يفرض نفسه الآن، يعني هل هناك من إمكانية لعلاج الوضع؟ العلاج دائما وارد، يعني لكل داء دواء. نعم، لكن هذه مرحلة في رأيي أنا الشخصي أنها هي مرحلة انتقالية بين جيلين، جيل يعني جديد وشباب وفي ظروف تطورات عالمية كبيرة خاصة في مجال العلوم والتقنية،
وانفتاح العالم على اتساعه، وقيام وسائل التواصل الإعلامية والاجتماعية بدور كبير هائل، وتأثير الإعلام على مجريات الأمور، كل هذه الأشياء يعني خلقت هذه التناقضات اللي موجودة الآن بين جيل وجيل. طبعا هو المهم أن نتعرف أن هذه التناقضات موجودة، ولذلك حلها إيجابيا أفضل من حلها سلبيا. هذه النظرية التي السلطنة تقوم عليها في هذا. يمكن أن نعود بالتحديد لهذه النقطة فيما بعد، ولكن يعني مؤخرا في الصحف الأمريكية مع الوزير، خاصة في الربع السنة الأخيرة من عام 2013، كثرت العديد أو كتبت العديد من المقالات عن سلطنة عمان وعن دورها الاستراتيجي حقيقة فيما يتعلق بموضوع إيران. وصفت عمان بالعديد من الصفات، منها عمان القناة السرية، منها عمان اللاعب الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في منطقة الخليج، في عملية ردم الهوة أو الفجوة ما بين علاقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وصفت أيضا بأن عمان تمثل رابط الأساسي للتواصل بين أمريكا وبين إيران. في هذه الزيارة تحديدا الآن، يعني هل من وصف جديد نتوقعه يعني من خلال ما مجريات الأمور الحالية في المفاوضات ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا نحن يعني نعتز بمثل هذه الأوصاف، لكنها يعني هي ليست مسألة كما يقال يعني خارقة. الكل كان يشعر، الكل، بأن استمرار الصراع أو الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جانب، ومسألة يمكن أن تؤدي إلى كوارث، وأنه العمل من أجل تجنب مثل هذه الأشياء مسألة تعطي المنطقة فرصة وتوجه لاستقرار الأمن والاستقرار العام، وتمكن الدول من أن تتواصل في تطوير اقتصادياتها ومجتمعاتها وإلى آخره. هذا الكل مجمع عليه. خلاف إيران مع الولايات المتحدة له جذور، يعني ليس وليد الصدفة يعني، وهذه الجذور في بدايتها لم تعالج بطريقة صحيحة، ولكن الطرفين اكتسبوا خبرة خلال فترة الخلاف هذا. يعني هنذكر لما قامت الثورة الإيرانية والثوار الإيرانيين احتلوا السفارة الأمريكية وأخذوا رهائن وصار خلافات ومن ثم صارت اتفاقية، لكن هذه أثرت في تفكير الطرفين. جاء الوقت أن الطرفين عندهم الرغبة بأن يضعوا نهاية لهذه الحقبة، وبالتالي كان لابد أن تكون بينهم صلة أو مستوى معين من الثقة من أن هذه الجهود سوف تأتي بنتائج إيجابية. هذا كان من المهم أن يكون موجود، لأنه لا أي منهم يريد أن يغامر في تواصل قد يؤدي إلى سلبية وبالتالي تتعقد الأمور أكثر. وكانت السلطنة طبعا عندها علاقات جيدة جدا مع الطرفين، ولم تكن هذه العلاقات الجيدة جدا مع الطرفين لأي هدف آخر، إنما تختص بالعلاقات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة من جانب، لمصلحة العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة، وتختص أيضا بالعلاقات الثنائية بيننا وبين إيران. ولكن استطاعت هذه العلاقة الإيجابية التي تربط السلطنة مع إيران، وهم عندهم الرغبة بأن يجدوا مخرج لهذا، كانت وسيلة. صحيح أن السلطنة استخدمت وسائل غير معتادة في إيصال
الجسر هذا جسر السلطنة إيصال الثقة بين هذا الطرف وهذا الطرف وعلى أعلى المستويات يعني. وتكللت بالنجاح. ولكن هناك سؤال آخر يطرح أيضا في نفس هذا الإطار معالي الوزير، هناك علاقات أخرى، هناك تخوف من قبل بعض الدول في الخليج، هناك أيضا تخوف من الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فيعني هي المسألة ليست يعني سهلة أو مفروشة بالورود كما يقال يعني. لا هو هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي يعني أن يحدث مثل هذا، ولكن هذه يعني الصدمة الأولى. ما كنا نسمعه في تلك الأيام لم يعد موجود الآن، يعني الناس هدأت وتعرفت على الأهداف التي سوف تتحقق من هذا المسألة، وبالتالي الناس الآن أكثر قناعة. أنا لا أقول أن هناك قناعة تامة، ولكن هم أكثر قناعة سواء كان بالنسبة للدول العربية أو بعض من الدول العربية أو بالنسبة لإسرائيل. هذه طبعا بتأخذ وقت، يعني كما أخذت هي وقت من يوم بدأت الصراع إلى أن وصلت هذا، أيضا ستأخذ وقت بشكل عكسي إلى أن تستقر ويكون الجميع على قناعة بأن هذا كان هو السبيل الأفضل لهذه المنطقة. مع الوزير أيضا يعني بناء على موضوع التواصل ما بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إيران، كما ذكرت سلط عليها الكثير من الأضواء في الآونة الأخيرة، والحقيقة يعني ما يعرف عن عمان أنها تعمل بصمت ولا تحبذ الضجة الإعلامية، لكن شاءت لها الأقدار الآن أن تكون تحت المجهر وأن يكون هناك العديد من يعني البحث مبادئ التواصل معها، سواء كان جيوسياسيا أو حتى اقتصاديا في مواضيع متعلقة بالاستثمار. نود أن تسلط الضوء على هذه المسألة، وتحديدا فيما تم ذكره اليوم من موضوع اتفاقية نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا، فهل نستطيع أن نتحدث بنوع من الإسهاب في هذا الجانب؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هي الاستعدادات التي تتواجد على أرض الواقع في السلطنة لاستقبال مثل هذه الاستثمارات؟ هو ما في شك أن العلاقات بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية ليست مربوطة بشيء، هي فقط علاقات ثنائية في إطار مصالح مشتركة. السلطنة وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الحرة، السوق الحر، في وقت ما كان في كلام عن ما تأشرت إليه الملف النووي الإيراني، وتفاوضنا معهم بطريقة متساوية لين وصلنا إلى هذا الاتفاقية، وكان لها أهداف. يعني طبعا في دول الخليج الذي وقعوا الاتفاقية هي السلطنة ومملكة البحرين، في ظل ظروف كان في ذلك الوقت هذه الاتفاقيات التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق بوش كانت لأهداف سياسية، وكان من أهدافها هي أنها وسيلة لما يعرف بالشرق الأوسط الجديد. فهناك من اغتنم هذه الفرصة وعمل، وهناك من رأى فيها أنها لا تضيف إليه شيء. يعني نحن من الدول التي وقعنا هذا الاتفاقية لاعتبارات يعني في النظرة العمانية، وهو أنه هذه تجلب الاستثمارات بعين على الاقتصاد الأمريكي، وهذا اللي حصل. فبالتالي يعني ما نربطنا علاقاتنا الثنائية مع أمريكا بأي حدث آخر، لكن عندما نرى أن هناك مصلحة لنا ولغيرنا وأن نبذل فيها جهد، هذا نقوم به. الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبرى في المنطقة أو في العالم تقدر مثل هذه الأشياء، ولكن نحن نعملها لما نعتقد أنه في مصلحة عمان ومصلحة المنطقة، لا نقدمه على أساس أنه لهذا سيكون ثمن مجزي أو ثمن مريح. لا، هذه ليست هي ليست بالمقابل هنا، ليست بالمقابل على الإطلاق.
ولكنها قد تفتح يعني استثمارات لدول أخرى أيضا غير الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هو مثال الآن هو لا شك أنه نحن نريد أن نوفر وسائل العمل للشباب من خلال الاستثمارات المختلفة من العمانية وغير العمانية. وهناك كثير شركات جاءت إلى السلطنة وأنشأت مصانع، وهذه المصانع أعطت فرص عمل للشباب بهدف ليس السوق العمانية، ولكن بهدف على السوق الأمريكية، لأن أصبحت هذه الصناعات في إطار الاتفاقية الحرة تستطيع أن تصل إلى الولايات المتحدة دون أي عوائق. فهذا كانت النظرة اللي سعينا إليها. وفي مجال الآن توقيع هذه الاتفاقية والمضي قدما بها، يعني ما أهم المرتكزات فيها في مجال تحديدا نقل العلوم والمعرفة وأيضا التكنولوجيا؟ يعني طبعا مجال كبير واسع جدا واسع، لكن سوف تم اختيار بعض المجالات التي تتناسب مع يعني متطلبات السلطنة في هذا المرحلة. طبعا تأتي العلوم الإلكترونية في المقدمة يعني في هذا. عودة إلى الوراء وإلى الزيارة السابقة التي قمتم بها في عام 2011، وكنتم خلالها في زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وكان حديثكم منصب عن موضوع الربيع العربي وكيف يمكن تحقيق تطلعات الشباب بنظرة مستقبلية لما هو قادم من عام 2011 والحين احنا 2014. ما الجديد؟ ما الذي تحقق؟ كيف ترون القادم أيضا بعد عام 2014؟ ما في شك أنه المسار لم ينتهي بعد، يعني ما ينتهي، لكن اكتسبت خبرة خلال هذه المسار. أعود وأقول أنه من مسببات هذا الأحداث الذي حصلت وسميت في ذلك الوقت بالربيع العربي كان لها مبررات، يعني لم تكن جاية من فراغ. والمباراة اللي هو الهوة الكبيرة بين الجيل الجديد والجيل الحالي الذي ينتمي إلى الستينات وإلى الخمسينات. ولما أتكلم عن الجيل هو لا أتكلم عن أفراد، لكن أتكلم عن التشريعات وعن الأنظمة وعن القوانين وعلى كل هذه الأشياء. النظام الدستوري، النظام الدستوري، النظام الإداري، النظام الصحي، النظام الاجتماعي، كل هذه ما زال في كثير من بلاد الشرق الأوسط نفس الأنظمة التي كانت في الخمسينات وفي الستينات، عندما كانت أعداد المواطنين تقل بكثير من هذا الأعداد اللي الآن موجودة. فبالتالي كانت هذه الأنظمة تستجيب لمطالب 10 ملايين و15 مليون و20 مليون، لكن الآن لم تعد تستطيع أن تستجيب ل 40 مليون و50 مليون و60 مليون وما إلى ذلك. فهنا الخبرة يعني اكتسبت، وبالتالي التوجه ينبغي أن يكون في تجديد مناشط أو هذه الأنظمة والقوانين التي هي تخدم المجتمع، بحيث يستطيع المواطن في أي بلد عربية مهما كان في أقصى منطقة من حدودها تصله الخدمة من خلال هذه القوانين. وبالتالي يحتاج إلى إعادة ترتيب التركيبة الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية والتركيبة التعليمية وهكذا، وبهذه الطريقة بحيث يكون الناس مسؤولين ومباشرين في استخدام في اختيار الوسائل واتخاذ الإجراءات التي هي تفيدهم مباشرة. في حديث قبل التصوير معاليك أشرتم أن المواطن أصبح مشارك في القرار، وذكرتم أيضا يعني أهمية الطفرة التكنولوجية الموجودة حاليا يعني والتي يشهدها العالم ككل من نواحي استخدام التواصل الاجتماعي سواء عن طريق الفيسبوك، تويتر أو بعض المنتديات.
كيف تقيمون هذا الوضع الآن بالنسبة لجيل السلطنة، شباب السلطنة؟ كيف تنظرون لهذا الواقع؟ كيف تنظرون لمسائل قام يتداولها الشباب بشكل كبير؟ في السابق لم يكن متاحا في الأساس، سواء كان الجوانب السياسية تحديدا أو حتى الدخول في الجوانب الاجتماعية وآليات تغييرها لصالح الجيل القادم. يعني هو ما في شك، أنا يعني دائما أنظر إلى أنه على الرغم من أنه في بعض المواقع تشير بطريقة أو بأخرى إلى ما يمكن أن يفسر بأنه معاكس، ولكن في النهاية في المحصلة النهاية أن كل من يشارك في هذا النقاش وهذا الحوار خلال هذا هو حبه لوطنه، وحب الوطن لا يتساوى بين الناس كلهم بمفهوم واحد، كل له رأي في أن ينظر إلى مصلحة بلده وإلى تطور بلده وإلى مستقبل بلده بصورة التي هي عايشها، فبالتالي يعني الكل يسعى بأن يخدم بلده، حتى لو كان في بعض الأحيان بعض المواقع تأخذ ملقى منحنى يعني قاسي شوية، ربما في مشاعره هذه القساوة من معتقده أنه ينبغي أن يعبر بها حتى يعبر عن حبه لوطنه وحبه لأهله وحبه لمستقبله، هذا هي. لكن بطبيعة الحال يعني ما ينبغي أن ننظر إلى هذه الأشياء كأنها أشياء سلبية، لا، هي أشياء نعتبرها إيجابية تعطي للمسؤولين فرصة أن يعرفوا كيف الناس تفكر، وقد يستفيد الإنسان من هذه الآراء أيضا في بعض القضايا أيضا يعني لم تدرك يعني تستدرك في في فيما بعد، فهذه منظومة جديدة بتتطور، لكن ينبغي أيضا الأنظمة والقوانين أن تأخذ هذا في الاعتبار، يعني الأول كان كل شيء يأتي من مصدر واحد، الآن مصادر متعددة، يعني الحمد لله احنا عندنا في عموم، انت اشرت الى هذا واعتقد ان قصدك هذا هو، اصبح عندنا منظومة من الشراكة، صحيح انها لم تصل الى المستوى التي يرتاح له كل انسان، لكن المهم مش هو هذا، المهم انها موجودة اصبحت يعني واصبحت مقننة بقوانين، ولم يعد هناك رجوع إلى الورع منها، إنما إلى المستقبل إلى الأمام، فأصبح عندنا مجلس عمان والحمد لله بغرفتيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، ونقاش يحصل بين المجلسين، وفي آخر اجتماع كان هناك اجتماع مشترك وهذه أول مرة يحصل، واتفقوا على ما اتفقوا عليه ولم يتفقوا على بعض الشيء، لكن كلها بشفافية متناهية. أصبح عندنا قضاء مستقل لا يمارس عليه أحد، أصبح عندنا الأجهزة التنفيذية أيضا عندها صلاحيات، الادعاء العام وحماية المستهلك، وهناك ربما أيضا أشياء أخرى، عندنا المجالس البلدية وجزء منها منتخب من المواطنين، ليس المهم أنهم لم يقوموا بالدور الذي ينبغي كل في عقل كل إنسان، لكن المهم أنه موجود، يعني احنا لما ننظر الى مجلس الشورى قبل 8 سنوات واليوم بامكاننا نشوف الفرق الشاسع الذي حصل، الوجوه تغيرت، الكلام اصبح افضل من الاول، النظره الى المسائل اصبحت ذات مستوى عالي، فهذه كلها من الاسباب التي لا بد أن نقبلها ولا بد أن نتعامل معها، لأن هذه مسيرة تطور بشري، يعني إذا يبقى الإنسان متحجر في مكانه هذا ليس تطور بشري. إذن هذا الحراك يجب أن يكون مستمر، هو سيستمر أردنا ولم نرد، يعني هذا وسائل الحياة تطورت لم تعد هي الوسائل الأولى، يعني فبالتالي هذا حراك سيستمر وتطور ولا مجال أنه يتوقف حتى ولو لحظة واحدة.
رجوعا أيضا لموضوع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ذكر جون كيري وزير الخارجية الأمريكية اليوم أثناء المقابلة، قبل المقابلة تحديدا، يعني أن هذه العلاقة هي علاقة إنسانية بين الشعبين. في واشنطن لدينا مركز السلطان قابوس للثقافة، ولدينا بالتأكيد سفارة السلطنة، والعديد من المناشط تقام بين الحين والآخر. كيف يمكن بالفعل تعزيز مثل هذه العلاقات الإنسانية كما ذكرها وزير الخارجية جون كيري، وكيف يمكن أيضا توطيدها بحيث تكون امتداد حقيقي لمسيرة يشهد لها ويشار إليها بالبنان؟ يعني هو هذا الذي أنا ذكرته في البداية، أنه الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على العالم، ليس على بلد بعينها، على العالم كله. والولايات المتحدة الأمريكية تتبنى مع دول أخرى دعم الديمقراطية، نظام الديمقراطية. وعندما نتكلم عن موضوع دعم المسار الديمقراطي، هذا لا يعني أن احنا نتكلم دعم سياسة بعينها، هذا ليس هو هذا، ولكن دعم الديمقراطية والأمور الأخرى التي لها علاقة بالديمقراطية هي لأسباب إنسانية، أسباب أن لا يغفل قول أي حد، أسباب أن لا يعتدي حد على حد في تراثه، في تفكيره، في لا نرى المرحلة السابقة كلها مرحلة جاهلية أو مرحلة سلبية، لا، احنا عندنا في عمان تراث عريق، يعني ليس تراث نما مع نمو هذه الفكرة، سواء كان في الناحية الإنسانية بين الناس او كان في الناحية الاجتماعية الاقتصادية او حتى في التقنية. يعني عندنا نظام الأفلاك، هذا نظام استمر مئات السنين وما زال مستمر إلى الآن، وكثير من الناس أيضا ما يعرفوا أنه في أفلاك فيها تقنية متطورة بمفهوم ذلك الوقت لو نقارنها بالآن، يعني في هذا. فبالتالي ليس هذا معنى الديمقراطية، أن احنا نستغنى عن ما مضى، لا، أن نحافظ على، لأنه في النهاية هدفنا وهدف العالم كله تقنية وتطور، بدون أخلاق لا تعتبر شيء. بالتالي الحفاظ على الأخلاق وحفاظ على المشاعر وحفاظ على التراث الذي هو حاضنة الأخلاق، هذه بالنسبة للسلطنة لا يمكن التخلي عنها أبدا. بالنسبة لهذا الجيل، يعني حتى الذين يتكلمون عن الديمقراطية، لو يسألهم الإنسان عن هذه المفردة وعن هذا الملف سوف يكون أكثر تمسكا بها. نعم، إنما طبعا في هذه المسار الجديد، الزحف الجديد، تحصل في بعض الآراء ربما التي لا تتمكن من أن تتعرف على ما. يعني كثير من عندنا من الناس أو من الشباب يعني لا يعرفون قيمة ما هو موجود. كان في عمان في السبلة، عندما تكون في سبلة، عندما تكون في حالة اجتماعية، عندما تكون في، ما يعرفوا هذا الشيء، لأنه الناس انشغلوا بالجديد. كثير من المقتنيات اللي كانت في عمان ربما طمست، ولكن لما الإنسان يرجع لها يشوفها يعني كنز، يشوف أواني فخارية وأشياء قديمة ومناديس والشبابيك، يعني نحن نعتبرها لأنها، بس هذه لها علاقة بالأخلاق، إلى علاقة برقي الفكر بين الناس. القلاع الذي شيدت، هذه شيدت ربما لاحتياجات، لكن أيضا شيدت لأسباب أخلاقية، وما شيدت بس مجرد أنها شيدت للدفاع، لكن شيدت بفن وبنظرة وبأسلوب ويعني وبأشياء كثيرة فيها. معليك أستشف الآن من كلامك أو من حديثك أننا نوعا ما الجيل الجديد انسلخ عن الماضي، عن القديم. لا، ما أقول انسلخ، انشغل. 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 أما انسلخ ما ينسلخ.
عملية التجديد هنا يعني، وعملية إعادة التدوير كما يطلق عليه في بعض الأحيان يعني، لشبابنا لأجيالنا القادمة، كيف يتم، كيف يكون؟ مسؤولية الإعلام. مسؤولية الإعلام. أيوة، يعني أنت البرنامج كنت حوار الشباب، كان في كثير من هذه المسائل يعني، لكن أنت فضلتي واشنطن. هذا عمل آخر، وأنا أتشرف أن أكون في هذا المكان. وأنا أعتقد أنه الآن لما يطلعون أولادنا وأولاد الجميع على بعض التسجيلات السينمائية أو التلفزيونية عن الماضي يستغربون. يعني لما واحد يحصل على مخطوطة يعتبرها كنز، وكل هذا جاء من الماضي، ما جاي من ما شيء جاء من السماء يعني. يعني هناك وسائل كثيرة يمكن أن تحافظ، لكن احنا ما نقدر نقول أن نستطيع أن نحافظ على كل شيء، إنما كل شيء له علاقة بالأسرة، له علاقة بالأخلاق، علاقة بالاحترام. هذه من المسائل التي حتى لو ناس نسوها الآن سوف يعودون إليها. أنا قد ينساها الإنسان في سن 20 سنة، لكن لما رب العالمين يعطي الناس العمر ويجي 40 سنة يعود إلى ما كان عليه. الشيء بالشيء يذكر هنا. وقبل أن ننهي هذا الحديث الرائع معاليك، يعني الحديث عن عملية يعني إيجاد وسائل تربط ما بين الأجيال، ذكرتم الماضي وذكرتم التاريخ وذكرتم الموروثات الأساسية ووضعتموها في قالب الأخلاق أيضا يعني. السؤال هنا، وذكرتم السبلة وهي موضوع وحوار كبير يعني للأجيال ككل يعني، كيف يمكن تعزيز مثل هذه المفردات؟ كيف يمكن بالفعل جعلها في إطار مدروس في مدارسنا، في كلياتنا، في جامعاتنا؟ بمعنى موضوع السبلة موضوع التقاء، موضوع تشاور، موضوع إبداء رأي ورأي آخر، هو كمناظرة في النهاية يعني. كيف يمكن تعزيز مثل هذه المثل حتى في موضوع الانتخابات يعني، وهي مثال بسيط، ونحن مضينا كسلطنة عمان وكما ذكرتم في نوع من التمرحل كان حتى وصلنا إلى ما هو عليه الآن، وتشيدون بالإنجاز الذي وصلنا إليه، ولكن تعزيز الأجيال يعني كيف يمكن أن يتم؟ هو طبعا فيه وسائل كثيرة يعني الآن تعمل. أولا نظام السبلة تم استعادته في كل الولايات، على الأقل في كل الولايات في مجلس أو سمى سبلة، حد يسميه مجلس وحد يسميه سبلة. اثنين، أنه يعني الشباب لا يغفلون هذا يعني، هم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن سبلة أخرى. أيوة، هو عبارة عن سبلة يعني في هذا، لكن نريد أن نعزز شيء واحد، أن لا يقتصر التواصل الاجتماعي فقط على الشباب، ينبغي حتى على الكبار أن يدخلوا على هذا البرنامج، وأن يكون فيه روايات على الماضي. ماذا يكون عندما يأتوا الناس في لقاء أو في اجتماع أو في مسألة إثارة موضوع أو حديث عن موضوع، كيف يتم تناول مثل هذه الأشياء على أساس ما كان قائم في الماضي؟ وهذا أشياء جميلة جدا يعني كانت موجودة في هذه، فهذا يعني دائما البحث فيه وارد. نعم، والإعلام هو سبلة الجميع يعني. تناشدون أن يكون هناك في نوع من البرامج الحوارية التي تحمل صيغة المناظرة ما بين أجيال، ما بين الرواية. أنا أقول أنه ليست المناظرة، أنا ما أتكلم عن المناظرة، المناظرة شيء ثاني، لكن الرواية من الجيل الكبير إلى الجيل الصغير، يروي الإنسان خبرته ويعني ثقافته وارتباطه بهذه الخبرة وهذه الثقافة إلى هذه الرواية. عندما يختلف الناس كيف الناس تسعى لي، لما نشوف يعني مثلا عندنا احنا في عمان في نظام القضاء في ايضا لجان الاصلاح ولجان الصلح، هذا من التراث ايضا. ايوه، كيف نوسع هذه الدائرة، كيف نطور هذه الدائرة، كيف نقنن هذه الدائرة.
بحيث النهاية يكون الجميع كما يقال يعني وين وين سيتويشن يعني في، وتبقى الألفة بين الناس ولا تبقى الخصومة بين الناس، تبقى الألفة بين الناس. والسبلة كانت هي هذه مهمتها، كان ألفة بين الناس، المتخاصمين في السبلة يصيروا متحابين يعني. نعم. عموما مع الوزير شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، حاولنا من خلاله أن نركز على موضوع الزيارة، وانتقلنا أيضا إلى موضوعات أخرى تتعلق بالشأن العماني خاصة. شكرا لكم. شكرا لكم.